صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج دائما أقولكم يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم، ولكم طبعا أطيب التحيات مني محدثتكم آمنة العلي. بكون معاكم أعزائي المستمعين خلال هذه الساعة، وما أنسى طبعا أرحب بفريق العمل من هيئة الصحة بدبي، وكذلك في التنسيق والمتابعة بتكون معنا اليوم زميلتي ميرا المري، وفي الإخراج بيكون معنا مخرجنا المبدع وائل القواسمة. وفي حلقتنا لليوم بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك اليوم بنتكلم عن اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي فقرة التغذية اليوم بنتكلم عن طرق تقوية المناعة في فصل الشتاء. ونبدأ فقرات برنامجنا بخبرنا لليوم. الخبر يقول أن هناك تمارين بسيطة يمكن ممارستها في المكتب للتخلص من إجهاد العينين. ومثل ما تعرفون كنا نجلس أوقات طويلة على شاشات التلفون أو الكمبيوتر أو حتى التلفزيون، مما يؤدي إلى إجهاد العين ويسبب بعض المشاكل في البصر على المدى البعيد. وللتخفيف من إجهاد العينين أورد موقع ميترو الإلكتروني بعض تمارين العينين البسيطة اللي يمكن أن نمارسها بسهولة. التمرين الأول يقول أن تقدرون أن اسم هذا التمرين تمرين اليدين. يقول التمرين أن تقدرون تفركون اليدين معا بقوة لمدة 10 ثواني لتوليد الحرارة والطاقة بين راحتين اليدين، وثم تضع راحة يدك برفق فوق عينيك وأغلق عينيك. ويقول هذا التمرين أن تأخذ عدة شهقات عميقة شهيق زفير، وهذا بيساعدك أن ترخي العينين وممكن يخوز عنك أي توتر في العين. اليوم بعد 5 ساعات من التنسيق والمتابعة حق البرنامج بجرب هاي الحركة، بفرك يدي وبشوف الحرارة بتفيدني ولا لا، ولا شو رأيك وائل؟ وائل يقول ما بيفيدني بس أنا بجرب دراسة هاي ترى. وأيضا يقول لكم في هذه الدراسة الرمش بالعينين، هاي طريقة حبيتها صراحة. يقول يمكن أن يؤدي التحديق في الشاشة لفترة طويلة جدا إلى تقليل عدد مرات رمش العين، وهذا طبعا اللي كلنا نحس فيه إذا يمكن كنا نكون وايد مركزين في جداول معينة أو في إيميلات معينة، فتحس أحيانا أنه يمكن أنت حتى ما ترمش من كثر ما تشوف الكمبيوتر. فهالتمرين يقول أنه عشان نتفادى جفاف العين ممكن أن نحن نقضي بعض الوقت في تحريك جفن العين لاستعادة رطوبة العينين. ويقول هذا التمرين أنه ممكن أن أنتوا ترمشون بالعينين بسرعة كبيرة لمدة 10 إلى 15 ثانية، ما تسوون 10 دقائق ثواني بس ترمشوا بعيونكم عشان تتفادون موضوع الجفاف. وأيضا في الخبر اللي ورد اليوم في موقع مترو الإلكتروني يقول إنه ممكن إن تلعبون لعبة التركيز، تركزون على جسم بعيد وتخلونه بضع ثواني، ثم تحركون هذا الجسم باتجاهكم وتحدقون فيه أيضا لبضع ثواني. ممكن هالشيء إنه ينقل تركيزكم إلى شيء قريب مثل الإبهام أو مثل اليد، وتكررون هاي العملية لدقيقتين، يعني تبعدون الشيء وتقربونه وتركزون فيه. أتمنى أن تكون هاي الطريقة يعني تقلل من إجهاد العينين. فأعزائي المستمعين نقدر نقول عطيناكم تمارين بسيطة يمكنكم ممارستها في المكتب أو إذا كنتوا في البيت وتطلعون تلفزيون فترات طويلة
أو إذا كنتوا من الناس اللي تمسكون تلفوناتكم وايد، جربوا هاي التمارين، سواء ترمشون بعيونكم أو التركزون اللي هي لعبة التركيز، أو تمرين اليدين اللي قلنا في بداية الخبر أن تفركون يديكم وتولد هالفرك حرارة وتحطونه على عيونكم. واللي جرب هذا التمرين يخبرنا إذا استفاد من هذه التمارين البسيطة. أعزائي المستمعين، دائما أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-414. وبعدنا مستمرين في فقرات برنامج صحة وسعادة، وكنا نتكلم عن التمارين البسيطة اللي يمكن ممارستها في المكتب للتخلص من إجهاد العينين. وعندي طريقة أخيرة ما قلتها بعدني، واللي هي تدوير العين. وتقول هذه الطريقة أنه يعد تدوير العين تمرينا فعالا عند القيام به بانتظام، إذ أنه يمكن أن يساعد في تقوية عضلات العينين. بس كيف ندور العين؟ يقول أنه انظر إلى الأمام، عقب حاولوا تنظرون إلى اليمين وحركوا عيونكم ببطء نحو السقف، حرك عينيك يسارا ثم إلى الأسفل. بهالطريقة أنتم ممكن تدورون عيونكم، يعني تطالعون يمين فوق يسار تحت. وهذا إذا كنتم من الناس طبعا اللي وايد تركزون في الكمبيوتر، تقدرون أن تجربون هاي حركة تدوير العين عشان تخففون من الإجهاد اللي ممكن يصيب العين ويؤدي أيضا إلى جفاف العين. أعزائي المستمعين، بعد خبرنا لليوم بنتناول معاكم مثل ما يقولون بعض أخبار وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة عندنا على حساب DHA_دبي. دائما أنصحكم بأنكم تتابعون حسابات هيئة الصحة بدبي، لأنكم بتعرفون آخر الأخبار الصحية اللي تهمكم، وخاصة مع الأوضاع اللي سبق أن مرينا فيها. كانت هيئة الصحة في دبي هي المرجع الموثوق والمرجع الأساسي لكل معلوماتكم الصحية. وطبعا أعزائي المستمعين، كنا نتكلم دائما عن حملة التبرع بالدم، واللي هي حملة دمي لوطني. طبعا هذه الحملة تساعد في إنقاذ حياة العديد من المرضى. نحن دائما ننصحكم بأنكم تشاركون في رحلة التبرع بالدم. كيف أقدر أشارك في هذه الرحلة؟ أولا لازم يكون عندكم تطبيق DHA، هذا التطبيق اللي يغنيكم عن زيارة الطبيب، لأنه ممكن تستخدمون طبيب لكل مواطن، وكذلك تقدرون تعرفون كل فحوصاتكم اللي تقومون بها في هيئة الصحة بدبي في جميع المراكز الصحية. تطلع لكم التحاليل أيضا في أبليكيشن هيئة الصحة في دبي. هذا التطبيق مهم جدا، وأيضا مهم للتبرع بالدم، لأن أول شيء بتسوون عشان تتبرعون بالدم أنكم بتسجلون بياناتكم في تطبيق DHA في خدمة اسمها دمي. بتدخلون على هذه الخدمة وبتسجلون بياناتكم. ليش تسجلون بياناتكم في DHA app؟ لأن هذا بيسهل عليكم يوم بتروحون هناك، بتكونون already جاهزين أنكم تتبرعون بالدم، لأن في أسئلة معينة وفي شروط معينة للتبرع بالدم. عقبها بتتوجهون لمركز دبي للتبرع بالدم. وإذا تسألون وين مركز دبي للتبرع بالدم، موجود في مستشفى الطيفة، ومركز دبي للتبرع بالدم بتروحون هناك وبتتبرعون بالدم بسرعة، لنمتوا بتكونون أوردي مخلصين كل الإجراءات السابقة من خلال خدمة DHA. بتتبرعون بالدم وبتبرعكم بالدم، لأن قطرة دم ممكن أنها تنقذ حياة 3-4 أشخاص. فتخيلوا العمل الإنساني الكبير اللي أنتم تقومون فيه، لأنكم بتنقذون حياة أشخاص بمجرد تبرعكم بالدم. وبهذا أعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل قصير، تريونا لأن عندنا مواضيع حلوة بعد الفاصل. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم دائما برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-414، ولرسائل النصية القصيرة 4006.
مثل ما نعرف أعزائي المستمعين في فصل الشتاء يتعرض الكثير من نزلات البرد والإنفلونزا اللي تتطلب استعداد قوي عبر تقوية جهاز المناعة للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا السلبية. وفي فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن طرق تقوية المناعة في فصل الشتاء، ويسرنا طبعا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة عاشة الرميثي أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة عاشة. صباح النور. يا هلا. يا هلا فيك. اليوم حديثنا مع موسم الشتاء ومع البرودة اللي تونا يلا بدينا نحس فيها، فدايما مع البرودة ومع فصل الشتاء يكون جهاز المناعة عندنا المفروض نقويه والمفروض أنه يكون جاهز في فصل الشتاء، فكيف ممكن أن نحن نقوي جهاز المناعة؟ صحيح. بالنسبة لجهاز المناعة، طبعا المعروف أن جهاز المناعة هو الدرع الأساسي للجسم عشان يقينا طبعا من نزلات البرد والإنفلونزا وما إلى ذلك. فبالتالي نحن نحرص دائما في بداية فصل الشتاء نحن نقوي الجهاز بعدة طرق، يعني جهاز المناعة بعدة طرق. نعم. إذا بتعرفين أستاذة عاشة عن الطرق اللي ممكن أنها تقوي جهاز المناعة عندنا؟ طبعا في كذا طريقة لتقوية جهاز المناعة، بس بشكل عام أهم هاي الطرق أن اتباع نظام صحي يكون دائما متوازن، تكون في جميع العناصر الغذائية، وبالذات نحرص على تناول الخضروات والفواكه عشان تعطينا اللي هي الفيتامينات والمعادن اللي تساعد جهاز المناعة أن يكون أقوى إن شاء الله في فصل الشتاء. الطريقة الثانية اللي هي الحركة، لازم تكون عندنا دائما رياضة بحيث أنها لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم. وعندنا في بعض الناس يبدون يتناولون مثلا بعض المكملات الغذائية والنوم الكافي طبعا، وبما أن احنا في بعدنا في ظل كورونا فنقول النظافة العامة أو غسل اليدين بشكل متواصل بعد هذا يساعد. بالتأكيد، يعني مثل ما نقول هناك يعني أشياء عامة ممكن يعمل بها الشخص ويقوي جهاز مناعته، فهل هناك فيتامينات مهمة للجسم وتساعد في تقوية المناعة وخاصة في فصل الشتاء؟ طبعا متعارف عليه حاليا الفيتامين سي هو أحد الفيتامينات اللي جدا مهمة في تقوية جهاز المناعة ويحفز على إنتاج الخلايا البيضاء، خلايا الدم البيضاء، فبالتالي أن المناعة بتكون عندنا أقوى. طبعا نقدر احنا ناخذ سواء من المكملات اللي تكون اوريدي تنباع في الصيدليات او من الاشياء الطبيعيه واللي هي مثل الحمضيات مثلا، متعارف ان فيها نسبه الفيتامين سي جدا عالي. المعدن الثاني واللي هو المهم اللي هو معدن الزنك، ايضا هذا المعدن يساعد على انتاج الخلايا في الجهاز المناعي، بالتالي ان المناعه تكون اقوى. وين نقدر نحصله بشكل طبيعي؟ نحصله نقدر في اللحوم، في البقوليات، في العدس، في الكنوة، في الشوفان. نعم، فنقدر نقول أن نحن ممكن نحصل على هذه الفيتامينات مثل ما ذكرتي من مصادر أيضا طبيعية، إذا قلنا بناخذها من العدس، من اللحوم، من البقوليات، فهاي أشياء ممكن أنها متوفرة في كل بيت وسهلة، وخاصة للأمهات مثلا اللي يسمعون اليوم أن حاليا الأطفال ما شاء الله عليهم يعني يدوب بس يطلعون برا ترد لهم الإنفلونزا وترد، يعني تحسين أعراض بسرعة أتيهم لأن مناعتهم يعني ضعيفة. فممكن نحن أستاذة عاشة نتفادى هالشيء بشوربة عدس أو بتناول يعني الأغذية اللي تحتوي على فيتامين سي. بالضبط. وأيضا نحن أستاذة عاشة نسمع دايما عن الزنجبيل وأهميته في تعزيز المناعة، إذا بنتكلم عن هالموضوع كيف ممكن أني أستخدم الزنجبيل لتقوية جهاز المناعة؟ طبعا بالنسبة للزنجبيل مثل ما الكل يعرف أن الزنجبيل يتمتع بفوائد وايد كثيرة، من أهمها أنه وايد غني بمضادات الأكسدة، فبالتالي يساعد أنه يقي الجسم من التهابات، من العدوى وما إلى ذلك. فكيف الطرق اللي احنا نقدر نستهلك فيها الزنجبيل؟ يعني يكون عن طريق مثلا شاي أن احنا نحط الزنجبيل ونغلي شوية، أو يكون معه مثلا عسل أو الأشياء الأخرى اللي احنا ممكن نضيفها للشاي. وعندنا مثلا ممكن يستخدمون مثلا في الطعام كبودرة أو كفرش، يعني يكون زنجبيل. نعم، وطبعا نحن دائما نفضل الطرق مثل ما نقول إذا بناخذ فرش بنخلي زنجبيل مع حليب حار
ممكن يقوي جهاز المناعة حق الأطفال. حتى لو أستاذة عاشة حطينا كميات قليلة، هل ممكن أن نحصل الفائدة إذا كان فرش؟ نعم، نقدر نحصل الفائدة حتى لو يعني مثلا احنا نقدر نستخدمه حتى في الطبخ بس بكميات قليلة، فهذا يساعد، لأن انت اوريدي ضفتي شيء مفيد الى الطعام يعني، فهذا ممكن يساعد سواء كميات قليلة او كثيرة. نعم، فنحن نقول أن الزنجبيل من الأشياء المهمة اللي رفع أو تعزيز جهاز المناعة. مثل ما ذكرت لك خلال الحوار، نعرف أن الكثير من الأطفال يعني يتعرضون بشكل مستمر لنزلات البرد والإنفلونزا خاصة في فصل الشتاء. فإذا اليوم في برنامج صحة وسعادة بننصحهم، بنقدم نصيحة للأمهات يعني لرفع مناعة الأطفال وعدم تعرضهم لنزلات البرد والإنفلونزا. أنا بشكل عام بذكرت الأشياء اللي ممكن أنها تضعف المناعة عند الأطفال، منها أن عدم الحركة، كثرة تناول المواد الحافظة والألوان الصناعية، تناول الأطعمة السكرية بكميات جدا كبيرة، قلة النوم، ومثل ما ذكرت لك عدم الحركة. فبالتالي المفروض الأمهات يحاولون أن يخلون الأطفال يتجنبون هالأشياء في هالفترة، يزيدون من الحركة بحيث أنها لا تقل عن ساعة في اليوم، يبدون يعطونا اللي هي الوجبات الغذائية اللي تكون صحية ومتكاملة، تكون فيها مهم أن يكون فيها خضروات وفواكه عشان الطفل يبدأ ياخذ فائدتها من الفيتامينات والمعادن بشكل طبيعي. نعم، فيعني جميل أن تربطي تقوية جهاز المناعة بالحركة. نحن دوم نحث على حركة الأطفال، خاصة الحين مع الجو البارد، نقدر نقول كل الأماكن في دبي تشجع أن تطلعون وتتمشون فيها، تسوون رياضة، سواء الأطفال يأخذون سكوتراتهم أو سياكلهم، يعني أي حركة بسيطة ممكن أنها تساعد، خاصة الأطفال بعد قعدوا أستاذة عاشة فترة طويلة في البيت. يعني ما ننسى يعني السنة الماضية أن نحن كنا حريصين على صحة الأطفال وحاولنا كثر ما نقدر أن نخليهم في البيت، فإحنا أيضا مع التزامنا بالإجراءات طبعا الاحترازية، ولكن ما زلنا نقول أن الحركة مفيدة للأطفال. إذا نحن أستاذة عاشة بنستفيد من كلامك اليوم، تعطينا وصفة أو شيء ممكن أن الأمهات يسمعون اليوم يسوونه حق عيالهم على العشاء، وجبة يعني تكون مفيدة وصحية وتقوي جهاز المناعة؟ بالنسبة للوصفة بشكل عام، أنا دائما أنصح الأمهات أن بغض النظر أن أي وجبة أساسية للطفل دائما لازم تكون وجبة كاملة، بمعنى أن جميع المجموعات الغذائية تكون فيها. يعني ممكن إحنا مثلا على العشاء ممكن نعمل لهم شوربة خضروات يكون فيها أي نوع من البروتينات مثلا الدياي، ويضيفون فيها مثلا اللي هو الشوفان، بالتالي تكون وجبة كاملة ومفيدة، ويحاولون يضيفون كمية بسيطة من الزنجبيل فيها عشان الياهل يستفيد. نعم، فتقدرين تقولين يمكن مع شوربة الزنجبيل ما بيحسون طعمه، لأنه شوي يعني مو بكل حد يتقبل طعم الزنجبيل. شوي طعمه يعني لاذع مثل ما يقولون. بس أنا بالنسبة لي الصراحة الزنجبيل إذا حس إنه في الشتاء يكون عندي أتقبله عادي، يعني أشربه شيء شاي عادي، أموري طيبة. تعودنا عليه في المشروبات الشتائية. بالعكس يريح، يعني يريح، تحسين بالضبط. يعني تحسين عمرك شيء مرتاحة، وخاصة أنا أعاني شوي من جيوب أنفية، وعندي شوي الصوت يختلف من فترة لفترة، يروح صوتي بدون سبب، فأحس أن الزنجبيل يساعدني يعني على أني أتخطى هالشيء. فنحن نقول للمستمعين زنجبيل مهم، وممكن أنه يرفع المناعة، حطوه مع شوي ليمون خففوه من طعمه، بس مع التعود يستوي الموضوع عادي. والزنجبيل مثل ما ذكرتي في الأكلات بنكون حصلنا على الفايدة وما حسينا بطعمه حتى. صحيح، يكون فيه مختلط ويا الطعم الآخر يعني، فما يكون وايد حاد للطعم. أكيد. أستاذة عاشة، عندك نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا اليوم؟ نصيحتي الأخيرة أن حاولوا دائما أن تكون عندكم حركة في فصل الشتاء، لأنه معروف أن في فصل الشتاء الإنسان يبدأ يتكاسل، فإحنا بالنسبة لنا الحركة جدا مهمة، الأكل الصحي جدا مهم، فيتبعون هالشيئين وإن شاء الله الله يبعد عنهم كل شر إن شاء الله. شكرا لك أستاذة عاشة رميثي، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. العفو.
أعزائي المستمعين، تكلمنا مع الأستاذة عائشة رميثي عن طرق تقوية المناعة في فصل الشتاء، يعني أعطتنا معلومات حلوة، ومثل ما ذكرت أيضا أن لا ننسى فيتامين سي، لا ننسى الزنك، ولا ننسى أيضا اللحوم والعدس خلال فصل الشتاء، لأن هذه من الأشياء اللي تساعد على رفع المناعة. ونتمنى نكون الحين ما يوعناكم حد صار سواء لحليب زنجبيل، بس نحن نحاول في برنامج صحة وسعادة أن نكون دائما معاكم سواء في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، نعطيكم طرق جميلة للوقاية. أعزائي المستمعين، وبعد طرق تقوية المناعة في فصل الشتاء بننتقل معاكم لموضوع جميل بعد هذا الفاصل، بنتكلم عن اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. تريون صحة وسعادة. يا هلا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة صحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، ذكركم برقم التواصل واللي هي 600-55-1414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم عالمي يهدف إلى زيادة الفهم والوعي بقضايا هذه الفئة من المجتمع وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية اللازمة لها. وفي هذه الفقرة أعزائي المستمعين بنتكلم عن هذا الموضوع والجهود اللي قامت بها وتقوم بها حكومة دبي بشكل عام وهيئة الصحة بدبي بشكل خاص لدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وللحديث في هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة علا سالم العايدي، طبيب استشاري وقائد برنامج التشخيص والتدخل المبكر فريق محور الصحة الدامجة في استراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2020. صباح الخير دكتورة. هلا عزيزتي، صباح النور. أهلا فيك دكتورة. بداية نحن سعيدين بوجودك معنا اليوم في البرنامج، لأننا بنتكلم عن موضوع مهم جدا، بنتكلم عن الجهود اللي قامت بها هيئة الصحة بدبي لتبني استراتيجية جعل دبي مدينة صديقة لذوي الهمم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر أختي آمنة على التقديم والاستضافة وإتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذا اليوم المميز لفئة غالية على قلوبنا وقلوب الجميع على جميع المستويات العالمية والدولية والمحلية. وأسمحي لي أنتهز هالفرصة وأهنئ شعب الإمارات حكومته وشعبه مناسبة عيد الاتحاد 50، وندعو الله مزيد من الإنجازات والنجاحات على جميع الأصعدة. وبهذه المناسبة وبهذا اليوم المميز، طبعا دولتنا الإمارات الحبيبة كانت من الدول وما زالت السباقة في الاهتمام والتركيز على فئة أصحاب الهمم والتأكيد على تطبيق أفضل المعايير والممارسات لتقديم أفضل الخدمات والامتيازات لفئة أصحاب الهمم. نعم بالتأكيد. تفضلي. وطبعا من أبرز هذه المبادرات والخدمات كانت مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بإطلاق اسم أصحاب الهمم على فئة ذوي الإعاقة، مما كان له الأثر الطيب سواء على الأفراد أو المجتمع ككل. وطبعا إصدار وتطبيق استراتيجية دبي لأصحاب الهمم على المستوى المحلي وخاصة على مستوى هيئة الصحة في دبي. نعم. فأستاذة علا، نحن مثل ما نعرف أن هناك استراتيجية، يعني تبنت دبي استراتيجية جعل دبي مدينة صديقة لذوي الهمم، فشو كان دوركم في تطبيق هذه الاستراتيجية في هيئة الصحة في دبي؟ نعم عزيزتي، طبعا على مستوى هيئة الصحة بدبي كان هناك في تركيز خاص بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهذه الفئة من المجتمع وتوفير جميع التسهيلات والمعاملات تحت شعار دبي مدينة للجميع ودبي صديقة لأصحاب الهمم، وذلك من خلال إطلاق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتطبيق استراتيجية دبي لأصحاب الهمم. وبناء على هذه
الخطة والاستراتيجيات، تم تنفيذ العديد من الخطط والبرامج على مستوى هيئة الصحة بدبي، وذلك للوصول لأعلى مستويات الخدمة المميزة لأصحاب الهمم. ومن هذه اشتملت هذه الخطة على 5 مسارات. أول مسار برنامج الصحة المنافع الصحية لأصحاب الهمم، وثاني مسار سياسة الصحة الدامجة لأصحاب الهمم، وثالث مسار إعادة تأهيل والصحة النفسية لأصحاب الهمم، رابع مسار برنامج التشخيص والتدخل المبكر، وخامس مسار برنامج الكشف المبكر عن الإعاقة. نعم، وبهذا يعني نقدر نقول إنكم غطيتوا يعني محاور عديدة في موضوع تبني دبي مدينة صديقة لذوي الهمم، وخاصة في هيئة الصحة في دبي. إذا بنتكلم أيضا دكتورة علا بصفتك يعني قائد برنامج التشخيص والتدخل المبكر، إذا بنتكلم عن برنامج التشخيص والتدخل المبكر في هيئة الصحة بدبي. نعم عزيزتي، طبعا أنا يشرفني أني أكون جزء من فريق كبير متكامل يحمل خبرات وإنجازات على مستوى تطبيق برنامج الكشف التشخيص والكشف المبكر، وطبعا بقيادة الدكتورة منال قائد فريق محور الصحة وإعادة التأهيل في استراتيجية دبي. تم بفضل الله افتتاح مركز التدخل المبكر في المزهر في شهر 2 في عام 2019. الافتتاح الرسمي كان بحضور الشيخ منصور بن محمد بن راشد، وكانت من الأهداف الرئيسية للمركز توفير خدمة التقييم الشامل للأطفال اللي عندهم تأخر في النمو، القائم على الأدلة والتشخيص والتدخل العلاجي، وذلك لتعزيز نمو الأطفال النمائي لأعلى مستوى. نعم، فنحن بنتكلم تكلمنا مثل ما ذكرتي دكتورة علا عن مركز التدخل المبكر في المزهر. إذا بنقول حق المستمعين هذا المركز اللي موجود في المزهر، شو الخدمات اللي يقدمها للتشخيص والتدخل المبكر لأصحاب الهمم؟ نعم، هو يوفر المركز خدمات، طبعا أول شيء خدمات اللي هو التقييم الشامل، ويتم من ضمن الفريق متعدد التخصصات. الفريق هذا يضم طبعا الممرض، معاون تأهيل، طبيب فيزيائي، أخصائي اجتماعي، أخصائي نطق، أخصائي مهني، أخصائي علاج طبيعي، وأخصائي نفسي. حيث يتم تقييم الطفل تقييم شامل ووضع الخطة العلاجية، وبناء عليه يكون التدخل العلاجي سواء يحتاج علاج طبيعي أو نطق مهني أو نفسي. ويتم أيضا تقديم خدمات الدعم الاجتماعي، الخدمة الاجتماعية، وبالإضافة إلى استشارات العائلة، وإضافة إلى استشارات وبرامج الدمج المدرسي وخدمات التوعية، وذلك لضمان حصول الطفل على بيئة متكاملة من العلاج والاندماج داخل المجتمع. نعم، فنقدر نقول أن الخدمات المقدمة في مركز مثل ما ذكرتي التدخل المبكر خدمات متكاملة في مكان واحد. فأنت أيضا ذكرتي دكتورة علا في بداية اللقاء أن أنتم أيضا مهتمين بجانب إعادة التأهيل والصحة النفسية لأصحاب الهمم، فهل الجانب النفسي أيضا متوفر في هذا المركز، أم يعني هذه الخدمة متوفرة في مراكز أخرى؟ نعم عزيزتي، الحمد لله تم توفير عيادة، وجود عيادة يترأسها طبيب أطفال للصحة النفسية للأطفال موجود في مركز المزهر، يتم تقييمهم نفسيا من قبل طبيب مختص في هذا الموضوع، وطبعا بالإضافة لوجود نفس التخصص في المستشفيات التابعة لهيئة الصحة في دبي. نعم، فجميل أنكم أنتم تغطون كل احتياجات يعني هذه الفئة المهمة في المجتمع، فئة أصحاب الهمم. يعني نقدر نقول مركز واحد دكتورة علا، ولكن يشمل على جميع الخدمات اللي تهم هؤلاء أفراد المجتمع الفعالين والمهمين. بالتأكيد أكيد عزيزتي، إحنا لأن نضمن أن الأسرة أو أصحاب الهمم يتلقوا العلاج بسهولة ويسر، ويكونوا كلهم تحت مظلة واحدة بإذن الله. نعم، أيضا دكتورة علا، يعني إذا كان في أحد المستمعين الآن يعني يسمعنا، فإذا
عند أحد من أفراد العائلة من ذوي الهمم، أي ويريد أنه يحصل على هذه الخدمات اللي أنتوا تقدمونها في هذا المركز، فكيف ممكن يحصل على هذه الخدمات؟ هل يتوجه إلى المركز؟ هل يتوجه إلى مركز الاتصال؟ أم يتم تحويلهم من المراكز الصحية؟ نعم طبعا عزيزتي، احنا عندنا قنوات تقديم الخدمة متوفرة، سواء في الحضور الشخصي للمركز الأقرب لصاحب يعني الذي يريد الحصول على الخدمة، أو عن طريق الويب سايت أو الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة أو التطبيق الذكي، وأنه يحجز موعد مع طبيب الأسرة أو طبيب الأطفال المتواجد في المركز الصحي، ويتم تشخيص أو تقييم الطفل مبدئيا، ويتم تحويله لمركز التدخل المبكر في مزهر. نعم، فمثل ما ذكرتي يعني هي يعني خدمات متوفرة وسهلة ويمكن الحصول عليها في هيئة الصحة بدبي بسلاسة وأيضا يعني بسهولة مثل ما نقول. نعم نعم. أيضا مثل ما نقول دكتورة علا، هناك تطور كبير في إمارة دبي، هناك تطور على مستوى التقنيات الحديثة، ولكن قبل ما ندخل في التطور والتطبيقات الحديثة، وردني من أحد المستمعين اسمه أبو عبد الله يقول: تحياتي للجميع، وحاب أنه يعرف شو هي الخدمات الصحية اللي نوفرها لكبار المواطنين، فأنا حاب أعرف من أبو عبد الله، يعني أخوي أبو عبد الله، إذا تسأل من ناحية أصحاب الهمم أم من ناحية فقط كبار المواطنين؟ فإذا كان سؤالك لكبار المواطنين فنحن نقول أن خدمات كبيرة لكبار المواطنين في هيئة الصحة في دبي، ومنها مركز كبار المواطنين الموجود في الممزر، وكذلك خدمات مثل الزيارات المنزلية وخدمات التوصيل الأدوية والكثير من الخدمات المتوفرة لكبار المواطنين. بس لو أخوي أبو عبد الله يسمعنا الحين، حدد يعني بالضبط شو اللي تبي تعرفه من الخدمات الصحية اللي نوفرها، ونوعدك إن شاء الله أن باكر في برنامج صحة وسعادة نستضيف معنا أحد يعرفك على كل الخدمات اللي حاب أنك أنت تعرفها. إذا أنت حاب تعرف عن الخدمات اللي نقدمها لكبار المواطنين، فالك طيب وتابع برنامج صحة وسعادة، وبنقول لك كل الخدمات اللي نوفرها لكبار المواطنين. فدكتورة علا، نرجع لموضوعنا، لأن يعني قلت يمكن أبو عبد الله حاب يستفسر عن يعني الخدمات اللي نوفرها لكبار المواطنين من أصحاب الهمم، فلهذا يعني قلت أنه لازم نطرح سؤاله اليوم معنا، ولكل المستمعين أيضا دكتورة اللي يطلبون التواصل معهم، نحن دائما نقولكم أن نحن على أتم الاستعداد أن نتواصل معكم إن شاء الله بعد البرنامج، اللي يطلبون التواصل بعد البرنامج. وكذلك ننتقل ونرجع مثل ما نقول لمحور حديثنا، اللي نقول نعرف المستمعين مرة أخرى أن نحن اليوم نتكلم عن أصحاب الهمم، وذلك بمناسبة 3 ديسمبر اللي صادف اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. ومعنا الدكتورة علا سالم العادي، طبيب استشاري وقائد برنامج التشخيص والتدخل المبكر. تكلمنا عن الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لأصحاب الهمم، وكذلك ذكرنا مركز التدخل المبكر الموجود في المزهر. بننتقل للتطبيقات والتطور التقني اللي نشهده بشكل عام في الإمارات وفي دبي، فكذلك هيئة الصحة بدبي لديها تطبيق اسمه براعم، فنحن اليوم نستغل الفرصة أنك معانا تكلمينا كيف ممكن أن يتم الاستفادة من تطبيق براعم، وأهم الخدمات اللي يقدمها هذا التطبيق. أكيد عزيزتي، بفضل الله أطلقت هيئة الصحة بدبي تحويل الفحص النمائي اليدوي إلى عملية رقمية مؤتمتة من خلال تطبيق الهاتف المحمول. هو عبارة عن استبيان، تطبيق براعم هو عبارة عن استبيان موجز يتألف من 20 سؤال، ثم أطباء صحة الطفل في هيئة الصحة بدبي برئاسة الدكتورة فاطمة العلماء في قطاع الخدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث يقدم التطور النمائي للطفل من عمر 5 أشهر وحتى عمر 6 سنوات، حيث يتم خلال الاستبيان هذا تقييم الحركة واللغة، حل المشكلات، التواصل الاجتماعي في المراحل العمرية المختلفة. يقدر الآباء أن يصل إلى تطبيق براعم من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي للهاتف المحمول
وملء الاستبيان هذا المتاح وعرض التقرير التقارير أو إذا عندهم أي تقارير يقدروا بعد يحطونها في هذا الاستبيان. ومجرد الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة الاستبيان يعني بعطيهم نتيجة، وهاي النتيجة مباشرة تقولهم إذا كان في تأخر في التطور النمائي للطفل أو إن النتيجة كانت طبيعية. طبعا من مجرد وجود نتيجة إيجابية يتم إرسال إلكترونيا هذه النتيجة إلى أطباء صحة الطفل في هيئة الصحة بدبي، ويتم حجز موعد لهذا الطفل. نعم. وذلك طبعا لتقديم الخدمات بناء على الحالة. بالتأكيد دكتورة علا، إذا نقول أن أنت ذكرتي أن التطبيق عبارة عن أن استبيان، هل هذا الاستبيان مربوط يعني بشكل مباشر مع الأطباء في المراكز الصحية، فالشخص يوم بيروح بتكون يعني نتائج هذا الاستبيان اللي قام به لطفلة موجودة عند الدكتور دايركت؟ نعم عزيزتي، هو في ربط مباشر بينه وبين عنا السيستم اللي نستخدمه في قطاع الرعاية الصحية الأولية، والأطباء يوصل على طول داخل السيستم لأطباء صحة الطفل. نعم، فنقدر نقول دكتورة على لي الأشخاص اللي نقدر نقول يحسون أن أطفالهم يعني متأخرين نمائيا أو يحتاجون دعم، فيمكنهم تنزيل تطبيق براعم أو إجابة عن هذه الأسئلة. فنحن نقول للأمهات اللي يسمعون اليوم أن الموضوع وايد سهل، إذا أنت ما تقدرين تتجهين لأقرب مركز صحي يمكنك استخدام هذا التطبيق، نزلوا تطبيق براعم، جاوبوا على الأسئلة وبعدها زوروا الطبيب لأنه بتكون عنده النتائج، وبتعرفون إذا أطفالكم يعانون من التأخر النمائي، وهذا موضوع مهم جدا. دكتورة علا، إذا بقول آخر سؤال عن تطبيق براعم، إذا نسأل هل التطبيق يمكن استخدامه لأي فئة عمرية، يعني أي الأمهات يستخدمونه لأي طفل، العمر من كم لكم؟ من 9 أشهر وحتى 6 سنوات. حتى 6 سنوات؟ نعم. نعم، فنقول أيضا للمستمعين هذه الأعمار، إذا عندكم أطفال من 9 أشهر لست سنوات وشاكين أن عندهم مثلا تأخر نمائي، يمكنكم تنزيل التطبيق وبعدها التوجه لأقرب مركز صحي. دكتورة علا، كلمة أخيرة تقدمينها يعني بمناسبة هذا اليوم العالمي، وكلمة تقدمينها لذوي الهمم؟ أول أشكرك عزيزتي على الاستضافة، وطبعا يسرني ويسر هيئة الصحة في دبي أن دائما نكون على أهبة الاستعداد لتقديم الأفضل والأحسن لفئة أصحاب الهمم، وتأكدوا أن هناك جهود جبارة وفرق عمل دؤوبة على تطوير وتحسين وابتكار الخدمات الصحية المقدمة لأصحاب الهمم. نعم، بالتأكيد مثل ما نقول دكتورة على جهودكم يعني اللي تبذلونها لذوي الهمم مأجورين عليها ومشكورين، وشكر طبعا موصول لفريق العمل اللي يعمل معاكم لإنجاح هذه مثل ما نقول المهمة الكبيرة لتسهيل يعني أفراد مهمين في المجتمع، تسهلون أنتوا عليهم حياتهم، وممكن تقدمون خدمات جدا مهمة، فنقدر نقولكم مشكورين ومأجورين بإذن الله. حبيبتي الله يسعدك ويبارك فيكم يا رب. شكرا لك. كانت معنا أعزائي المستمعين الدكتورة علا سالم العايدي، طبيب استشاري وقائد برنامج التشخيص والتدخل المبكر وفريق محور الصحة الدامجة. شكرا لك دكتورة علا. شكرا شكرا عزيزتي، بارك الله فيك. وبهذا أعزائي المستمعين عرفناكم اليوم عن فئة مهمة في المجتمع، فئة ذوي الهمم. دائما نحن في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة نحاول أن نحن نكون كل أفراد المجتمع معانا سواسية، نتشارك الإنجازات، نتشارك الأنشطة، حتى لو طبعا ما ننسى المشهد الجميل في تحدي دبي للياقة يوم قام الشيخ حمدان بن محمد حفظه الله بمساعدة أحد أفراد ذوي الهمم في السباق، كان منظر جميل ويعني شعور جميل أن نشوف هؤلاء أفراد المجتمع من ذوي الهمم يتشاركون معنا كل الفعاليات المجتمعية. وطبعا هذا ما يأتي من فراغ، يأتي من جهود قامت بها إمارة دبي والإمارات بشكل عام لجعل دبي مدينة صديقة لذوي الهمم.
وبهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية برنامج صحة وسعادة، آملين أن نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة وخفيفة خلال هذه الساعة. والشكر الجزيل موصول لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك ضيوفنا الأطباء اللي كانوا معنا خلال هذه الحلقة. وكل الشكر والتقدير لإذاعة نور دبي اللي أتاحتنا الفرصة أن نبرز خدمات هيئة الصحة في دبي في برنامج صحة وسعادة. وكذلك في من نور دبي أشكر في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا المري، في الإخراج كان معانا اليوم مخرجنا وائل القواسمة، شكرا لك وائل. وكنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة.